زملكاويتك طب كبر محلك وتفتكر دقيقه واحده بس وتفتكر يعني ان انت دلوقتي صحفي كبير وتقول لي رايك كيف مشهد موسيماني من غير تحيز موسيماني من غير تحيز صعب ان اي مدرب ان اي لا لا بامانه بقى ماشي. ان اي مدرب يطلع في مؤتمر صحفي يقول وجهه نظره انا شايف انه مش غلط تمام انا مدرب ومن حقي اقول وجهه نظري تمام ومن حق الاداره انها تقيم كلامي ده ومن حقها تجدد تعاقد او ما تجددش تعاقد تمام. عادي جدا تمام. من حق الاداره يعني زي ما الاداره ليها حقوق تمام. هو كمان المدرب ليه حقوق تمام. ممكن يطلع يتكلم ويقول بس في حدود وهو تمام. اتكلم في حدود لم يخطئ في الاداره انا تمام. من وجهه نظري لم يخطئ في اي حد هو تمام. قال وجهه نظره ان انا ما تفاوضوش معايا يعني المفاوضات ما بداتش يعني هو لا مندهش لا مش كل مقابل متأخرة يعني مندهش من التأخير في حاجة اسمها الكل مقام أيا كان أيا كان لا دي واحدة بس مؤتمر صحفي خاص بالمباراة يا حبيبي اسمعوا كل المؤتمرات الصحفية اللي في الدنيا بنتطرق المؤتمر الصحفي لمنتخب مصر في أي حاجة بنتطرق لأسئلة تانية مع المدرب بعيدا عن المباراة لا خالص في الزمالك في الأهلي في كل الأندية بنتطرق للقضايا الموجودة حاليا بنتطرق أنا هاخدك بس في نقطة واحدة مفيش مشكلة في ده أنا عايزك تركز فيها دقيقة واحدة بس. هاخدك شوية على حتة على الزمالك، خلي اللي قال كده كارتيرون. خلاص؟ عشان أعرف بس أشرح لك وجهة نظري وأقول لك وجهة نظري، خلي اللي قال كده كارتيرون، كنت هتطلع تقولي نفس الكلام. صح؟ طبعًا. خلي الزمالك دقيقة واحدة بس. من حق الإدارة. خلي الزمالك هو اللي رايح كأس العالم للأندية بعد 10 أيام. تمام. كويس؟ وخلي إن أنا سيف زاهر طالع بقول الكلام ده وأنت قاعد جنبي. أنا بس إيه هفكرك بشوية كلام طبعًا. عارف هترد هتقول لي ده مش وقت عارف لا هتقول لي هو يا كابتن الكلام ده يطلع في التوقيت ده ليه بالظبط هو ليه تشتيت الفريق بالظبط هو ليه تشتت اللاعبين انا مش فاهم انتوا ليه يعني الزمالك عندكم مش بالظبط لو كارتيرون اللي قال طبعًا. والزمالك رايح بطوله مهمه طبعًا. واحنا كاعلام بنقول كده كنت انت هتطلع تقول اول اكيد اكيد إيه؟ طبعا الحديث ده يبقى بعد البطوله كلام قبل مزبوط. ما يروح كلام اخلص بس اخلص هتقول لي قبل ما اللعيبه تروح انت كمدير فني بتقول لهم انا مش مركز بنسبه 100% لسه مش عايز اخلص قبل ما اروح عايز ده المفروض المشهد ده اللعيبه ملهاش بيه في خالص اللعيبه المفروض راحه بعزيمه كبيره عارفه ان انت المدير الفني عارفه ان امورك ثابته هو ده المشهد فالمشهد هنا شوف انا بقول لك ايه لو انا قلت انت هترد تقول لنا ايه برافو عليك يا كابتن سيف والله العظيم وهتكبروا الموضوع والله العظيم واين الاستقرار وحافظوا على دلوقتي طالع بتقول عادي ده كان عامل تويت فيك والله العظيم ثانيه واحده بس صح جدا تمام كنت هقول كده بس كنت هقول كده ليه بقى لان انت حضرتك كابتن سيف عالجت موضوع موسيماني ازاي ولو كان كارتيرون اللي مكانه كنت هتعالج الموضوع ازاي حلو. انت دلوقتي بتعالج الموضوع ان يا جماعه ما يصحش واداره النادي الاهلي لو ده لكن لو الكارتيرون اللي اتكلم كنت هتقول مصيبه وما ينفعش والزمالك ولازم يريحوه لازم كنت هتعالج بشكل مختلف بس السؤال ده ليه بس السؤال لحضرتك كل اللي انت بتقوله والله العظيم شوف حلفانه وعلى والله العظيم والله العظيم غلط قولي ليه انا بس برد عليك بهدوء واحده واحده ماشي وهقول لك امثال يعني الاعلام يا كابتن سيف بيعالج قضايا الزمالك زي ما بيعالج قضايا الاهلي وحياه ربنا انا بتكلم على سيف زاهر يعني حرام عليك يا كابتن سيف انا عليك. والله العظيم سيام بالنسبه لي هقول لك ليه انت النهارده انا امبارح طلعت قلت ايه الموسيماني انا مقتنع ان الموسيماني ده مدير فني كويس وكبير تمام وفنيا تمام. شخصيه رائعه انا تمام. مقتنع امبارح طلعت قلت له تصريحاتك بتضرك لو انت عندك مشكله في الكلام فلازم تستوعب ان انت تقلل الكلام او ما تتكلمش الاهلي ده مش كتالوجه انا قلت الكلام بقى امبارح على الهواء صحيح مش عدلته اداره صحيح. الاهلي حنين كنت خلينا خلص بس اداره الاهلي ما تجيش كده يعني الطريقه وفهمته الدنيا تمشي ازاي سلام عليكم وعليكم السلام تعالى في الزمالك كارتيرون تولعوا الدنيا بقى خلينا خلص بس انا هديك امثال رد انا هديك امثال سيبني ارد عليك بامثال سيبني ارد عليك عشان الناس تستوعبنا الاداره الحاليه للكابتن حسين لبيب رجعوا كارتيرون الاداره السابقه كويس وراجل محترم لهم كل احترام يعني رجع كارتيرون عملنا ايه لا مش هو اللي رجع كارتيرون امال مين سياده اللواء عماد عبد العزيز طيب خلينا ناخدها واحده واحده سياده اللواء رجع كارتيرون صحيح وهم رجعوا النقاص صحيح صح كده صحيح وانت كنت معانا حاضر صحيح لما رجعوا كارتيرون قلنا ان موقف كارتيرون بالنسبه المهم ان جمهور الزمالك يتقبل جمهور الزمالك تقبل ومشي الراجل قلنا خلاص احنا مساندين للاداره ونتمنى لهم كل التوفيق جم النهارده رجعوا حمدي النقاص قلنا يا جماعه حمدي النقاص كانت الطريقه كده زي ما بكلمك كده
حمدي النقاز كانت الطريقه اللي مشي بيها، قالك لا ده ظروف وانت كنت معانا حي ترزق، وطلعت قلت لنا لا حمدي النقاز يا كابتن ليه ابعاد في الكره الارضيه وبتاع، ولففتنا حوالين ال 100 عقبه. قلنا لك ايه تمام خلاص مفيش مشكله، نتمنى كل التوفيق، احنا ما الا بننور الصوره للناس اللي موجوده. جينا في الجهاز الفني لكارثيرون، جيت حضرتك قلت الراجل هو المسؤول والراجل مش عايز يضيف خلاص ما يضيفش. قلنا ايه في الجهاز الفني والله احنا مش مقتنعين بالكلام ده، بس مش مقتنعين، ولكن الراجل قلت لك ان انا مش مقتنع لكن خلاص هو عايز كده. لا لا انت في الاول ايام لا انا قلت لك انا كعمر الدردير عايز اضيف. لا لا انا كعمر ماشي، لا لا بس خلينا لكن انت قلت الجهاز الفني مش عايز، الراجل مش عايز وهو حر، وهو حر تمام بيتسائل على الكلام ده. اما جه اما جت الاداره الحاليه قلت لا، قلنا لا قلت لا إضافة أفضل عشان لو راجل جاله كورونا. مش أنا اللي قلت أفضل، أنا من الأول من الأول هم قالوا أفضل. أنت قلت لا ثانية واحدة بس، من الأول أنا قلت الأفضل إن يبقى في إضافة تمام، لكن الراجل عايز كده خلاص ما أقدرش. إحنا ردنا كان إيه؟ إحنا ماشيين معاك المشوار كله بس في الغلط بنقول لك إيه؟ خلي بالك، وفي الصح بنقول لك الله ينور. الله ينور أنت اللي على مزاجك على عدلتك عادي. على فكرة والله يا أستاذ عمرو المشكلة مش فيك والله العظيم، والله المشكلة والله المشكلة ما فيك، المشكلة فيكم والله، المشكلة المشكلة فيكم والله، المشكلة في كل واحد بياخد حتة يعني إيه كنت عارف اللي هو إيه وأنت شغال كده هو السطر ده. طب المشوار ما شفتنيش في المشوار؟ لا والله ما خدتش بالي، ما كنتش معانا. والله العظيم ما خدتش بالي والله. يعني تخلص استوديو ماتش مثلا الاهلي والاسماعيلي، تخلص استوديو ماتش النادي الاهلي والاسماعيلي مثلا، بغض النظر عن التفاصيل ولو مننا كل احترام كلهم ناس افاضل جدا، الاستاذ يحيى كومي متضايق من الاستوديو والراجل دخل وقال لي والحديث عن الاهلي كتير وحق الاهلي وحق الاهلي وناشئين الاهلي يا كابتن سيف، كلام جميل جدا والراجل متفاهم جدا ومتحضر واتناقشنا واخرين اعلاميين اخرين ينضموا لقناه او يعني لمنظومه الاهلي طالعين برضه معترضين ولا يا كابتن سيف انت ما اديتش ناشئين الاهلي حقهم.